نبدأ مع حضراتكم بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، من بينها الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. امبارح أيضا اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، واطلع السيد الرئيس على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية والمعروف باسم بداية جديدة لبناء الإنسان. تعالوا نروح نشوف المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وتم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتم التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، وتم أيضاً التوافق على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع ويعيد الاستقرار للمنطقة. امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير الدكتور أحمد فهمي إن الرئيس اطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، والذي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، وبيشمل عدد كبير من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، وده بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص بهدف استفادة جميع فئات المواطنين من مختلف الأعمار من موارد الدولة بعدالة وفاعلية وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع في مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة بشأن تحديد المناطق الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات لاستهدافها بحزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الدولة المصرية على دعم المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة بما يسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين في تلك المناطق. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة بباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية وعدد من ملفات العمل المهمة. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى أنه هيقوم بزيارة عدد من تلك المشروعات قريبا. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بإلغاء مادة الحاسب الآلي، وأوضحت أن المادة قائمة كما هي دون إلغاء وتم إدراجها كنشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات ليختار الطالب بين التكنولوجيا أو الحاسب الآلي أو ريادة الأعمال والمشروعات، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.